أنا معكم من جديد. رجعنا من جديد في زون ميكس في الجزء الثاني. ساعتنا الثانية نحكيو نحلو ملف المسابقات الإفريقية. ليتوال والسياسيس يلعبوا غدوة مقابلة كاس الكاف في أكيد الجولة الثالثة للبطولة هذه. أكثر أخبار الزوج جمعيات باش ناخذوهم من عند مراسلينا في سوسة وفي القروان. البداية مع الفريق المضيف في المقابلة هذه النجم الساحلي وأنيس الكناني من سوسة، ناخذ من عنده آخر أخبار ليتوال. أنيس أهلا بيك. اهلا وسهلا بك اسلام، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اكسبريس فم. كما كنت تقول اسلام، مباراه الجوله الثالثه لكاس الكاف كره قدم اللي باش تجمع غدوه ان شاء الله نجم الساحلي بالسياسات في ملعب حمادي العقربي في رادس، انطلاقا من 5 متاع العشيه بقياده طاقم تحكيم جزائري. اسلام، غدوه طاقم تحكيم يتركب من كل حكم ساحه نبيل ابو خلفه، يساعده عباس اكرم الزهروني والحملاوي ابراهيم سيد علي، حكم رابع هو ديس بوكواسا والمراقب الفاتح احمد ابو بكر. المباراه هذه اسلام تم التحضير لها من طرف النجم الساحلي في الايام الاخيره من خلال تربص خاص قام به الفريق لمده نهارين، نهار البارح في سوسة واليوم في الحمامات، وباش يغيب على المباراه هذه بدايه اصابه. زوز غيابات ثقيله بصراحه، امين بن عمر ورضوان زردوم. على فكره اسلام، ما فما حتى ملاعب جزائري غدوه باش يكون في التشكيله نتاع النجم الساحلي، ويسك اللي بوثمان وبن عياده وطيب مزياني وانيس العامري الانتدابات الاخيره النجم الساحلي ما همش مؤهلين لخوض المباريات هذه. كيف المجموعه اللي تمت دعوتها اسلام للمقابله هذه، 21 ملاعب، عوده ايمن المثلوثي، نلقاو البلبولي ورامي الجيبسي وكريدان في كحراس مرمى، نلقاو بهي الدين السلامي، وجدي كشريده، مرتضى بن وناس، بليغ الجمالي، جاكيم بي، غفران النوالي، صالح الحرابي، صدام بن عزيزه، حمزه الاحمر، ايوب عياد، مالك بعيو، الحاج محمود، ايهاب المساكن، وياسين الشيخاوي بعد الاصابه يرجعوا للتشكيله النجم الساحلي. نلقاو زاد كيف فخر العوجي وسليمان كوليبالي الى جانب فرج القرماني وايمن الصفاقسي. كما قلنا 21 ملاعب تمت دعوتهم لمباراة غدوة إسلام. التشكيلة توضحت ولا ما زالت أنيس؟ هي بصراحة كما قلت لك التشكيلة ما زالت مش واضحة لحد الآن إسلام، خاصة كما قلنا الغيابات، خاصة غيابات كبيرة في النجم الساحلي. تعرف اللي تشكيلة النجم في المقابلات الأخيرة تتركز وترتكز على طيب المزياني هداف الفريق اللي نلقاوه خارج القائمة، كيف رضوان زردوم الجزائري اللي عنده إصابة على مستوى الكاحل ويتطلب الإصابة هذه 3 أسابيع، كيف أمين بن عمر اللي كان تعرض لإصابة عضلية وراحة ب 15 يوم، وإلى جانب الغياب الكبير والغياب المثير للجدل هنا في سوسة، غياب علي سوما اللي تواصل غيابه منذ ديسمبر. شنو حكايته أنيس؟ الحكاية والله شوف، هي برشا حاجات قاعدة تخرج الأيامات، خاصة سوما بعد الأداء نتاعو اللي كان تعرض في ديسمبر، ونسيت ديجا شنو المقابلة اللي تضرب فيها، لكن هو كان ما براش اسلام، معناتها الإصابة معناتها ما براتش كوم يفو، ورجع للعب وتعاودت الإصابة من جديد. هذاك علاش سوما نقطة استفهام كبيرة في تشكيلة نجم الساحلي، خاصة شهر ونص إصابة، هذاك علاش يبعد على الميادين، وأيضا يتحرم النجم الساحلي من خدماته كما قال لنا خالد معرف طبيب الفريق. ايضا الرجوع نتاع الملاعبيه اللي قلت عليهم اسلام، اللي هما كما قلنا بعي والحاج محمود والمساكن والشيخاوي والبلبولي، معناتها بعد الاصابه تخلي اللي المدرب معناتها ما يلقاش الى حد الان، يمكن هو يكون في ذهنه عنده تشكيله لكن ما حبش يخرجها، لكن تبقى ديما التساؤلات المطروحه، يندرى باش يواصل التعويل على خدمات الشبان اللي خرجهم في المده الاخيره، ولا باش يرجع للتشكيله العاديه اللي نلقاو فيها الشيكني والشيخاوي وغيره من والاحمر وغيره من الجوارات القدم. وهي بالنسبه لتحذيرات النجم، حبيت نذكر بحاجه اسلام، اللي الترتيب نلقاو سيسيس في المرتبه الاولى باربع نقاط، في المرتبه الثانيه 3 نقاط نلقاو ليتوال مع ساليتاس، وفي المرتبه الرابعه الجنب في السنغالي بنقطه واحده. يعني مباراه غدوه كلاسيكو غدوه بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي في ملعب حماد العقربي في رادس، باش تكون مباراه لتحديد مسير المرتبه الاولى، خاصه كما قلنا سياسات 4 نقاط ليتوال في المرتبه الثانيه 3 نقاط ومع ساليتاس، تخلي المقابله تكون حماسيه
للغايه. ان شاء الله نشوفوا مباراه مزيانه، ان شاء الله نشوفوا الروح الرياضيه ما بين زوج فرق تونسيه، ونتمنوا التوفيق للفرق التونسيه. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك يا سلكناني على كل هذه التفاصيل. ما تتابعين بخصوص اخر اخبار النجم السياحي قبل مقابله غدو في كاس الكاف ضد السي اس اس. بعد شويه باش يكون معنا فاضل بجناح من صفاقس، ناخذ من عنده اخر اخبار السي اس اس.